نجيب، ايش تعمل يا نجيب؟ من تكلم؟ انا نصفك الثاني. نصفي الثاني؟ انا ما فيش حاجه ناقصه مني، كيف نصفي الثاني؟ تاكل بالخفا؟ طيب انا جوعان، مش قادر اغني ولا قادر اعمل شيء. اذا بتاكل بخليك تطيح على المسرح مثل الامسيه اللي راحت. لا، خذ الاكل، خذ الاكل. ما شاء الله عليك يا نجيب، طلتك حلوة ومرتاح والغنية لايقة عليك وحضورك يجنن، الناس كلها مبهورين فيك. نجيب حبيبي، ألف سلام عليك الأول. الله يسلمك، كنت أطمن عليك أول بأول. الله يخليك حبيبي. العلم كم لون؟ كم لون؟ ثلاثة. انت واحد من اللون هذا. الله يخليك سيد. الله يخليك. جميل جميل، وعملت حاجات فعلا الواحد يفخر انه يكون في صوت مثل صوتك يا نجيب. الله يخليك حبيبي. الله يعطيك الصحه. زقفوله لنجيب، مش بس صوت حلو واداء احلى واحلى ومهضوم، وعندك طيبه وبتملك كل الصفات الحلوة. الله يخليك سيد. الله يخليك. وهم بقول مهضوم كمان الريبورتاج كثير. يعطيك ألف عافية يا نجيب، وأنا دايما بقول لك إنه أنت هيك وصوتك هيك وأنت ذبحتنا بغنائك اليوم يا نجيب. أبدعت. الله يحفظك. أبدعت بالفعل. الله يحفظك. كنت اسمعك في البروفات تقول اشياء حلوه وقلت يا رب يقولهم على المسرح، وبالفعل قلتهم. الله يخليك. ومبدع دائما، وانا اليوم قاعد اسمع واحد جديد كاني اول مره قاعد اسمعك. الفضل بعد الله لك استاذ حسين مختار. من قلبي يا نجيب، انت فنان، انت فنان وتستاهل ان الواحد يتعب معاك، وكلكم طبعا فنانين وكلكم تستحقون هالشيء، بس انت اليوم ابدعت وان شاء الله تواصل في هالابداع، ويا رب يعني تكون فنان اليمن اول ان شاء الله في يوم من الايام. هي السنين الفنان أبو بكر سالم سمعناها بصوت نجيب من اليمن.
نجيب الزمن ما تغير بس أكلك تغير. عادي؟ لا مش عادي. لا مش عادي زعلان؟ لا تزعل. راضوا صوتوا على الأرقام اللي راح تظهر خلال الإعلانات. صوتك أكيد رقمك أكيد 13. أحب أقدم تحية. أوكي. لأهل اليمن. أحلى تحية لأهل اليمن. اللي صوتوا لي. وأحب أقدم اعتذار لخشبة المسرح. سببت لي ألم. أنا عارف. لا والله هي تقدم وحاجة لك واحدة. اعتذار. عشان أكسر حاجز الخوف. أنا بتقدم بسلم عليكم. إذا نجيب يكسر حالة الخوف عشان ما يتعقد من خشبة المسرح من اليوم ورايح. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. ويرد هذه التحية والشكر للجنة التحكيم اللي أكيد أسئلة عنه طوال الأسبوع كان على اتصال دائم يتخبرون عن صحته والحمد لله نجيب ألف صحة وعافية. مرت بسلام. يعطيك العافية.